سوء. لماذا لا نتعلم في أي موقف من مواقفها، بكل موقف بأي حالة من الحالات، ماذا عملت الزهرة يوم أرادت أن تخرج لتطالب عن علي بعلي خلوا ابن عمي، أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها تقول الرواية فألقت عليها خمارها، لافت عليها خمارها وخرجت في ملة مجموعة من نساء قومها. الله أكبر، مع أنها جاية لغاية عظيمة، جاي لهدف يساوي الإسلام كله والدين كله، صاحت كسرت ضلعي فصبرت، أسقطت جنيني فصبرت، لطمت عيني فصبرت، نهبت حقي فصبرت، لكن ما عن علي صبرا حتى انتهت يم القبر قعدت تجر والنكئيبة، ست لسو تنشد المنبر عن خطيبة، تقل يا منبر صفوة العلام وينه، وين الأنوار اللي تشعلنا بجبينه، نورة تحجب وظلم الدنيا علينا، أيامنا سودة ومصايبنا عجيبة، خلف الستر قعدت وكانون القلب ثار، جذبة الولنا وكل قلب منها اشتعل نار، حمدة الباري وذكرة الهادي المختار، كل من سمح حد زفروها جب نحيب، حكم الشريعة بينت للخلق معناه ووضحت دين المصطفى بيا سيف مبناه، وياه الكشف كرب الرسول أعلاه ودناه، تحجي وتبجي والقلب يسعر لهيب، بأي حال مكسورة الخاطر ومن يجبر كسرها، تحياتو عضتو عضتو عد. الله أكبر، ها وهي تنظر من هنا وهناك والناس في بكاء ونحيب، لأنهم ذكرتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا يا علي قل للزهراء ترجع قبل أن تنطبق السماء على الأرض. قال سلمان قل للزهراء عن قولي أن ترجع فقد بعث أباها رحمة للعالمين فلا تكن عليهم نقمة. إجا سلمان سلم على المخدر، سلم على بضعة رسول الله، سلم على حبيبة رسول الله، صاح يا زهراء أقول لك عن قول علي بن أبي طالب حجة الله على الخلق، ارجعي إلى الدار، بعث أباك رحمة للعالمين، لا تكونين عليهم نقمة. قالت سلمان كسروا ضلعي فصبرت، أسقطوني جنيني فصبرت، أخذوا نحلتي وفاضل أرثي فصبرت، ولكن ما عن علي صبرا، أو ما تنظر إلى حسن وحسين وهما يبكيان ينادون مرة وجدا يا وأخرى وأبتا وثالث وأما، ردت
رد عليه تقل بدمع منثور لولا الصبر خليت كل العالم يموت سقط جنيني بالحشا والضلع مكسور والله يا سلمان العبيد والرب المتنى أنا أحلف بقبر المصطفى وعزة المعبود هالباب ما خليه حتى حيدر يعق ينشف دموع أولاده لتجري بالخدو لا تلومني وشوف حال الحسن وحسن بنت من لأم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله تقبل عزاءنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اقطع أيدي الظلمة أن تصل إلينا فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين سيما المرضى والمعلولين الجرحى والمصابين الخائفين والحائرين والمضطربين المبعدين والمفقودين والمنفيين الأسرى والمساجين سيما سماحة العلامة الشيخ علي اللهم فرج عنا وعنه وعن بقية الأسرى فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءنا الأبرار علماءنا الربانيين الماضين الأخيار اللهم علماءنا الباقين المدافعين عن عبادك المظلومين المستضعفين وسيما رموز الدين يا رب العالمين ومراجع التقليد احفظهم اللهم بعينك التي لا تنام واكفنا وإياهم كل يد طاغية باغية غاشمة ظالمة جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل اللهم عملهم ضاعف أجرهم أطل أعمارهم بارك في أرزاقهم وفقنا وإياهم لمراضيك جنبنا معاصيك لأمواتهم أموات الحاضرين للشهداء الصديقين العلماء الربانيين خدمة الحسين من مضى على ولاية أمير المؤمنين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.